في موضوع آخر نتوقف بمدينة سمارة وتحديدا على ضفاف وادي الساقيس الحمراء، حيث توصل مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تتبع إنجاز أكبر منشأة فنية بالشبكة الطرقية للجهات الجنوبية الثلاثة. المشروع المهيكل رصد لتمويل إنجازه استثمار إجمالي قدر ب 45 مليون درهم. يوسف زعوطي، السالك رحال ومبارك الباس. للطبيعة حكم نافذ دون حسابات البشر، أو هذا ما تحيلك عليه مشاهد سيول وادي الساقية الحمراء من شتاء العام الماضي، حينها انشغل الناس بحوصلة الخسائر المادية والبشرية. اليوم ومن نفس زاوية التصوير على الشريان الطرقي الوحيد الذي يصل سمارة بمدن وأقاليم وسط وشمال المملكة، لكن بفارق وحيد يحيلك على أكبر منشأة فنية بالجهات الجنوبية الثلاث، إنها قنطرة وادي الساقية الحمراء. بعيد عام من السيول، ماذا عن تقدم الأشغال؟ بالنسبة للأشغال عرفت تقدم كبير، حيث الجزء الأكبر واللي يعني بالنسبة لي يمثل صعوبات كبرى على مستوى الإنجاز الحمد لله تجاوزناه. وبالنسبة للأشغال يعني سارية على قدم وساق، على أمل إن شاء الله يتم إنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد له. وفي التفاصيل يحدثك القائمون على أكبر ورش لتدعيم الشبكة الطرقية بالأقاليم الجنوبية عن تجنيد ثلاث فرق مداومة وفق المواصفات التقنية ومعايير السلامة الطرقية المطابقة لدفتر التحملات الخاص بالأشغال. الأولى مكلفة بديكوفراج ديال بخومي موديول، الثانية مكلفة بالكوفراج ولي شافوداج ديال دوزيام موديول، والثالثة المكلفة ب الفاسوناج والفرياج ديال دوزيام موديول. من ناحيه لي زيكزيزونس والكاليتي اللي وصلنا لها الحمد لله، فقد تم التوصل الى نتائج مرضيه جدا. المنشاه الفنيه على ضفتي وادي الساقيه الحمراء عبأت لاجلها مصالح القطاع الوصي وزاره التجهيز والنقل واللوجستيك استثمار اجمالي ينيف عن 45 مليون درهم، ومن المأمول أن يودع معها مستعملو هذا المحور الطرقي مشاهد عربات ومركبات عالقة لساعات وأيام بفعل فيضان الوادي. هذه القنطرة اللي تنجز حاليا ستنجز على طول 514 متر بقارعة الطريق 7 أمتار زائد الأرصفة، واللي تكون يعني بالنسبة فضاء يعني اللي هو متميز يراعي الخصوصيات المحلية بما فيها البيئية. تواصل الفرق التقنية مهامها من داخل ورش بناء المنشأة الفنية لوادي الساقية الحمراء في سباق مع الزمن لاستعادة هذا المحور الطرقي انسيابية حركة العبور والسير مع مطلع مارس القادم.